السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نقوم بشرح طريقة تحميل وتثبيت محاكي على الحاسوب. إذا سوف نقوم بالذهاب إلى هذا الموقع بلو ستريكت، ثم تحميل الأداة من كما ترون من هذه الأيقونة داونلود، ثم فتح الأداة. تعطينا الأداة هذه النافذة، ما عليكم سوى الضغط على انستال ناو والانتظار حتى يتم تحميل جميع البيانات. سوف نترككم حتى يتم تحميل جميع البيانات. كما تعلمون فمحاكي الاندرويد يمكنك من عمل او تثبيت البرامج التي تعمل على الاندرويد، يمكنك تثبيتها على الحاسوب، مثلا البرامج والالعاب مثل فري فاير، بابجي وجميع الألعاب التي يمكنك اللعب بها على طريق الحاسوب، يمكنك أن تقوم بعمل أو باللعب عن طريق الحاسوب. إذن سوف ننتظر حتى يتم عمل انستال. عندما تنتهي عملية التثبيت كما ترون الآن، يقوم الحاسوب بفتح واجهة، الواجهة الخاصة بالأندرويد. إذن كما ترون فهذه هي الواجهة، بها بعض البرامج الأساسية مثل أب سنتر، يمكنك عمل حساب وتحميل البرامج منه. كما ترون هذا هو أب سنتر. الآن سوف نقوم بالبحث عن بلاي ستور من أجل إدخال الحساب الخاص بنا أو عمل حساب جديد. سوف نقوم بالخروج من هنا، ثم نذهب إلى سيستم أب. نعم، هذا هو بلاي ستور. سوف نقوم بإدخال الحساب الخاص بجيمايل الخاص ببلاي ستور. إذن بعد إدخال الحساب كما ترون هنا، ننتظر. نعم، لقد تم تفعيل بلاي ستور ويمكنك تحميل وعمل تثبيت لجميع البرامج والاستمتاع بالألعاب على الحاسوب، مثلا فري فاير. نعم، ريفاير وجميع الألعاب الأخرى.